للرئيس صالح مع نجله وشقيقه يعطيهم اوامر بقصف الحصبه وصوفان بكل انواع الاسلحه وتطهيرها بالكامل. هذه التطورات الميدانيه الساخنه على الارض تاتي عقب وقبيل صدور قرار مجلس الامن الدولي الذي دان في مضمونه الانتهاكات المستمره لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنيه والاستخدام المفرط للقوه ضد المتظاهرين السلميين كما دعا الرئيس صالح الى توقيع المبادره الخليجيه والتنحي في وقت اعلنت صنعاء استعدادها للتعامل بايجابيه مع القرار الدولي الذي يصب كما قال مسؤول يمني في صالح جهود الحكومه لانهاء الازمه وتطبيق المبادره الخليجيه وقد رحب السكرتير العام للأمم المتحدة بنك مون بالقرار الدولي الذي يحث الرئيس اليمني على التوقيع الفوري على المبادرة الخليجية لنقل السلطة سلميا كما أشادت الولايات المتحدة أيضا بالقرار الدولي ووصفته بالإجراء القوي وكذلك